اسمي نزار شاهين، أريدكم أن تأتوا معي لرحلة مدهشة، رحلة نور ورجاء ومحبة، اشتياق للحق والجمال والصلاح، رحلة علاقات، ألغاز وأسرار. أريدكم أن تأتوا معي وتجلسوا وتستمتعوا أثناء السفر، وأعدكم بشيء عند نهاية جولتنا، أنكم ستعرفون الحق وأن الحق يمكنه أن يحرركم. لذا تعالوا معي. أنا أحب القصص، أعتقد أنه يمكنكم أن تعرفوا ذلك عني الآن. لذا فإنني ألتقط الصور في كل الأماكن التي أذهب إليها. لماذا؟ لأن الصورة ترسم آلاف الكلمات، كما أنها ستدوم فترة طويلة وتعيد دائما تلك الكلمات إلى الأذهان، كذلك تفعل الأماكن أيضا. وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنهم، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. كم كان أبرام رجلاً مدهشاً بلا شك. كل ما نعرفه عنه يؤكد أنه كان يسكن في المدينة، وكان لديه قطعان غنم والكثير من الخدم، وكانت عائلة تحيط به. كان أبرام يحيا في رغد وغنى، وكانت لديه أجمل زوجة كما يقال. أعرف، فإننا جميعاً كنا سنفعل تماماً كما فعل أبرام، أليس كذلك؟ حسناً، فقد حزم كل أمتعته وغادر البلدة واستبدل حياة المدينة بالخيام، وأصبح هائماً على وجهه، رجلاً بلا مدينة، بلا أرض، بلا شيء سوى وعد من الله. غير أن الرواية تمضي على نحو أفضل عندما يصل أبرام إلى كنعان، يتحدث إليه الله مرة أخرى ويخبره: لنسلك أعطي هذه الأرض. وعلى الفور تتضح مشكلتان. أولاً، هناك أناس يعيشون في الأرض بالفعل، وثانياً، زوجة أبرام ليس لديها أولاد، فهي عاقر وقد تخطت سن الإنجاب. أبرام، لنسلك أعطي هذه الأرض. أنا ذاهب. أبرام، هكذا ستكون حياتنا في الخيام؟
سرايا أنت امرأة قوية ويمكنك أن تتغلبي على كل شيء، وأنا فخور بك. أنا خائفة يا أبرام، خائفة. لا تخافي، الله لن يظلني، ما زلت أسمع كلماته بوضوح. اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. لا أعرف بأن هذا رائع، ولكن ما الغلط في حران؟ انتظري قليلاً واسمعي. قال: سأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك. أبرام، وتكون بركة، أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك بك جميع قبائل الأرض. الله يريدك أنت ولست أنا، وهو سيباركك أنت. سيكون كل شيء لكلينا. لا، سترميني بعيداً لأني عاقر لم أنجب، وتجد لنفسك امرأة ولود. سراي، هذا لن يحدث أبداً. الله كلمك أنت ولم يكلمني. سراي، أنت حبي الوحيد، أنت ملكة فؤادي، لقد أحببتك منذ أن كنت صبياً. أما زلت تحبني؟ طبعاً، سأحبك دائماً، أنت جزء من وعد الله. قبل أن نترك حران، ربما أذهب إلى الهيكل المحلي وأقوم بطقوس الخصوبة. لا سراي، الله وعدنا. الله وعدك أنت، أما أنا فأريد وعداً، شيئاً ما أعلق عليه أمالي. إنه لن يستثنيك منه، أنت زوجتي، زوجتي الوحيدة. أنا ذاهب لأودع أخي ناحور. سلاما لكما. ولك أيضا، أنا وجماعتي جاهزون للرحيل. وأنا ذاهب لأودع أخي ناحور. لقد سبقتك سيدي لوط، من الأفضل أن تنتظرنا أنت وجماعتك في شمالي البلد. حسنا، هل جهزت كل شيء للرحيل؟ نعم يا سيدي، ولم يبقى سوى خيمة سيدتي سراي. حسنا، ابدأ بالتحميل على الحمير والجمال، وعندما أعود سننطلق. أمرك يا سيدي. قليلاً غير مريح، ولكن عندما أضع ويكون المولود سليماً وحياً أنسى كل الألم. ناحور، ناحور. من المنادي؟ أخي أبرام. يا مرحبا، يا مرحبا، تفضل تفضل يا أخي. أبرام، يا مرحبا، يا مرحبا. أهلا بك يا أبرام. أهلا أهلا، تفضل تفضل، اجلس يا أخي. جئت لأودعك يا أخي. إلى أين ستذهب يا أخي؟ إلى أرض وعدني الله بها. لماذا لا تبقى معنا هنا في حاران؟ الرب أعطى ولدنا أرضاً وبيوتاً وماشية ورثناها عنه، ونحن أكثرناها. أنا متأكد لو أن أبونا ما يزال حياً لكان أول من سيقودنا للخروج من هنا، كما فعلها وأخرجنا من أور. ماذا ينقصك هنا؟ عندك بيت وماشية وأرض وامرأة جميلة. هل حملت بسهولة؟ أنا وزوجي
قمنا بطقوس الخصوبة في حاران، وابتسمت لنا آلهة المكان. هل مارستما طقوس الإنجاب؟ آه نعم طبعاً، وإلا كيف تحمل المرأة؟ ابقى هنا يا أبرام. ماذا ستفعل لو أراد رجل غني وكبير الكرش أخذ زوجتك الجميلة سارايا مينك؟ لا أدري، سأقول بأنها عاقل. وعندها سيظن الناس أنها ستجلب اللعنة على بلادهم وتقع أنت ومن معك في مكروه. عندها سأقول بأنها أختي. لعلنا نكون قد رزقنا بطفل. بعد كل هذه السنين لا شيء يعجز ربنا. اللهم ارحم أخي أبرام لأنه جاهل. أنا ذاهب، بعد قليل سأرحل. رافقتك السلامة يا أخي. فليكن الله معك. ومعك أيضا. ستذهب أنت رجل ثري مع زوجة حسناء ووعد من ربك. رافقتك السلامة يا أخي. انظر يا عمي، هناك يجلس رجل عجوز. انتظروا هنا. فلينتظر الجميع هنا. فلنذهب إليه. سلام عليك. وعليكم أيضا. لمن هذه الأراضي؟ نريد إذنا لنخيم بها. يمكنكما أن تخيموا أينما شئتم. فأصحاب الأراضي وأهل المدينة تركوها. لماذا؟ لم تمطر منذ زمن، لقد جفت الينابيع والتربة تحولت إلى مسحوق تطيره الريح كما تطير أحلامنا. لقد هرب من استطاع، ولم يبقى إلا المرضى والمسنين مثلي ننتظر الموت. ألا أجد معكم بعض الماء؟ مواشينا كثيرة ونحن بحاجة للماء. أحضر بعض الماء للرجل. أحضر بعض الماء للرجل. حسنا. إليعازر! نعم سيدي. هات قربة ماء. حسنا. الماء شحيح هنا. يذهب السقايين على البغال إلى دوتان وجزريل ليأتون بماء الشرب فقط. إنها حماقة أن نخيم هنا. المكان قاحل وجاف. لقد كانت هذه الأرض خضراء مثمرة إلى أن غضب علينا إله المطر هداد. ولماذا غضب هداد؟ لا أدري، مع أننا ضحينا له بأعز أبنائنا إلا أنه لم يستجب. لا أدري لماذا أحضرنا أبرام إلى هذه المنطقة الجافة القاحلة بعد أن كنا نعيش في المدينة في بيوت من طين آمنين مستقرين.
لابد لسيدي أبرام حكمة في ذلك. الحكمة أن نبقى في حاران في بيوتنا. إني لا أحتمل ذلك. ربما استطعتم تقديم أضحية للإله هداد هناك عند الشجرة حيث الساحر على المذبح، لعله يرضى عنا. نحن نضحي للإله الواحد فقط. ماذا؟ أخشى أن يسمعك الإله هداد فيغضب أكثر. لك الماء، فلنغادر هذا المكان حالا. هيا هيا. سنبني خيامنا في هذا الوادي. لكن الأمور سيئة هنا يا عمي، أليس من الأفضل أن نعود إلى حران أو ننتقل إلى مكان آخر؟ سنخيم هنا بضعة أيام، يوجد حشيش يابس لمواشينا، وغدا أتسلق الجبل وأنظر حولي. سأصعد معك. جهز نفسك غدا صباحا. لماذا لا تأكل قبل أن يبرد الخبز؟ لا أحس بالجوع. ولكنك لم تأكل شيئا طوال النهار. نعم، منذ عودتك من الجبل أنت ولوط حالك تغير. ماذا حدث؟ أخبرني. لا شيء. بعد كل هذه السنين من الحياة المشتركة لا يمكنك أن تخفي عني شيئا. أنا أعرفك جيدا. لن تصدقي ما حدث. لماذا تقرر قبل أن تجرب؟ حدثني وستعرف إذا كنت سأصدقك أم لا. صعدت إلى الجبل أنا عني ليقضي حاجة. وبعد إذ أوحي إلي يا سراي، كان صوتا كالرعد ينادي: أبرم أبرم. وماذا فعلت؟ ابتدأت أحوم حول نفسي أبحث عن مصدر الصوت. وجدته؟ أبدا، كان وكأنه قد أتى من الفضاء. وماذا فعلت؟ أحسست بالخوف والرهبة، فجثوت على ركبتي، وإذ بي أسمع الصوت نفسه ينادي أبرم ويقول:
لنسلك أعطي هذه الأرض. آه، لنسلك أعطي هذه الأرض. هل فكرت بمعنى هذه الكلمات يا أبراهام؟ فكرت كثيراً، ولكن من أين سيأتي النسل وأنا لا أحمل؟ لا شيء يكثر على ربنا. سراي، أتصدقين ما قلت؟ نعم. أن تصدقيني هذا مهم جداً بالنسبة لي، ولكن هل سيصدقني شعبي إذا أنا قلت لهم عن وعد الله لي؟ لربما سيصدقوك، ولكنني لا أظن بأنهم سيرضون بالبقاء في هذه المنطقة الجافة القاحلة. هذا يقلقني جداً. وماذا جرى بعد ذلك؟ لقد فقدت الوعي حتى جاء لوط وساعدني بالنزول عن الجبل، وفي طريق عودتي رأيت منظراً تقشعر له الأبدان. هذه نقدمه ضحية للآلهة. لا، إنه ابني. يجب أن نقدمه ضحية للآلهة. لا لا، إنه ابني. عادي إلي أرجوك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإرضاء آلهتنا العزة. كيف تفعل هذا؟ إنه ابني الوحيد. أرجوك ساعدوني. توقفي. منذ مئات السنين قدمت مئات الأضحيات تحت هذه الشجرة، ولا يمكنك منعها. إلهنا يحضر تضحية إنسان. لا تخافي، رضيعك بأمان مع أبرام. ولكن الساحر العجوز لن ترضى بذلك. ومن هذه الساحرة التي تتحدثين عنها؟ إنها تجلس هنا تحت هذه الشجرة، تفتح البخت ولديها تعاويذ وروح، ويمكنها أن تستدعى الشرع والجن، وسيفعلون ما سنأمرهم به، وحتماً ستنتقم منك. هيا هيا. ملعونان ملعونان، سأنتقم منكم سأنتقم منكم. أنا خائفة يا أبرام مما يحدث. لا تخافي يا سراي، الله معنا. سلاما عليك. وعليكم السلام. لماذا لا تأخذ الغنم وتنزل بهم إلى الوادي؟ أمرك يا سيدي. يا عمي، الماء الذي لدينا يكاد أن ينفد. سنموت كلنا عطشاً إذا لم نجد الماء، أو ننتقل إلى مكان آخر بسرعة. غداً سنتسلق الجبل ونبني مذبحاً. ولماذا المذبح؟ للعبادة. لا وقت لدينا. سمعت بأنه توجد بالقرب من هذا المكان امرأة عجوز تقوم بعمل الطلاسم والتعاويذ. لماذا لا نطلب منها عمل تعويذة لتعليقها على الشجرة فوق المذبح؟ فعلاً، ربما هذا يساعدنا. ينسوا التعاويذ والطلاسم، سنعبد الله على الجبل، الله الذي لا إله إلا هو. أبرام، انظر إلى حالنا، سنموت هنا عطشاً. إن إلهك بقي في حاران ولم يأتي معنا، لماذا لا نستعين بأحد الآلهة المحليين؟ سنتسلق الجبل غداً ونبني مذبحاً لإلهنا الذي جلبنا إلى هذه الأرض. بماذا ستضحي يا سيدي؟ بحمل لا عيب فيه. سيكون الأمر كما يجب. إليعازر. نعم. اختر من مواشينا الأفضل. حسناً. واخبر الجميع. حسناً سيدي. هي.
هذه هي الأرض التي وعدني الله بها أنا ونسلي. هذه يا عمي إنها جافة وقاحلة، حتى الطيور هجرتها، لا ماء فيها، يفر الناس كلهم منها وكأن الجن استولى عليها. هل سألت ربك لما يعطيك أرض موت؟ قطعنا كل هذه المسافة لنرى قفراً قاحلاً. سيمر الجفاف وينقضي ويعود كل شيء إلى سابق عهده. لقد قال الرجل العجوز عن هذا المكان أنه كان أخضر ومثمراً. إلى أن يعود كل شيء إلى سابق عهده سيكون قد قتلنا هذا المكان القاحل. سنحفر الآبار، أنا متأكد أن الله سيلبي احتياجاتنا. لقد كان صوته واضحاً تماماً عندما أوحي لي: أبرم، لنسلك أعطي هذه الأرض. أبرم في الأرض التي وعد الله بها، فقد كان أمراً شجاعاً منه أن يرحل من حاران ويسافر مثل هذه المسافة الطويلة استناداً على وعد من إله لا يمكنه أن يراه. لابد من أن يتملكنا الفضول نحن أنفسنا لمعرفة كيف يبدو صوت الله. هل فكرت قبلاً في مثل هذا الأمر؟ فقد كان أبرم متيقناً تماماً أن صوت الله كان يتحدث إليه، حتى أنه نقل عائلته بأكملها إلى أرض كان الله سيريه إياها. وعندما يصل إلى هناك يجد أن هناك أناساً يسكنوها بالفعل، أشخاص يعبدون الأصنام ويقدمون أطفالهم ذبائح لآلهتهم. توجد مجاعة في الأرض، وقد توجب على الكثيرين أن ينتقلوا ويتركوا أراضيهم. ربما كانت هذه هي خطة الله، أن يستولي أبرم على أرض مهجورة لم يترك فيها سوى المسنين والمرضى لكي يموتوا من الجوع. لسنا ندري. نلاحظ أن أبرم كان أميناً في الاعتراف بالله في كل الأماكن التي يذهب إليها، وكان يقدم تضحيات له ويصرخ إليه ويستمع إليه عندما يتكلم. من المهم دائماً أن ندرك أن الله يرغب في أن تكون لنا علاقة به. فعندما كان أبرم يرفع نفسه لله، كان الله يوجه نظره إليه.